نسير على بركة الله وتوفيقه في انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة ضمن هذه الشارة والمكرمة التي أتت من سمو الشيخ لمن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. نسير مع اندفاع شوطنا العاشر الخاص أيضا بالجعدان الثنايا، نسير إلى الصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول اللي يتصدر الجعدان على مقدمة هذا الشوط، وعلى المركز الأول هذا هو مياس لأحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم اللي يتقدم على مقدمة هذا الشوط، وعلى المركز الأول بينما الانتقالة إلى المركز الثاني لأجد على المركز الثاني في هذه اللحظات الحذر لمحمد بن راشد الغويص السويدي من يحتل المركز الثاني، بينما الانتقالة إلى المركز الثالث ثالث المراكز لأرى الغدوم والانطلاق من الفارس لعلي بن عبيد بن غدير الاكتبي يندفع على المركز الثالث، بينما نتابع المركز الرابع اللي ياتينا هنا صنب يتقدم بشعر ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله على المركز الرابع، بينما ننتقل الى المركز الخامس لاجد على المركز الخامس في هذه اللحظات هذا هو الواش لمطر بن سالم بن عرفي الحميري، بينما المركز السادس سادس المراكز مياس لراشد بن محمد بن سعيد الخاطري، المركز السابع وتابع الغدوم على مستوى المركز السابع ايضا حبشان لجمعة بن حميد بن عمهي المنصوري، بينما المركز الثامن ثامن المراكز اللي يتقدم لي هو بدران لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، والمركز التاسع يتقدم على المركز التاسع من منافس في هذه اللحظات لمحمد بن عبيد بن يميع السبوسي، بينما عاشر المراكز اللي يتقدم على مستوى المركز العاشر في هذه اللحظات المجرم لسالم بن خلفان بن حمد الحافري من يأتي ويحتل المركز العاشر. هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى المنطلقة في تحديات هذا الشوط وفي هذه المنافسة. نعود إلى الصدارة بعد ما أكملنا العشرة المراكز الأولى المنطلقة في تحديات هذا الشوط، بعود إلى المركز الأول وبعود إلى مياس اللي يتقدم الجعدان ويسيطر على زمام الأمور في مقدمة هذا الشوط لأحمد بن عبد الله بن ضاحية البو عميم، ولكن الغويص بدأ هنا يغير وينطلق مشاهدين الأعزاء مع صن مشاهدين الكرام أو اللي هو الحذر، نعم وحذاري من الحذر اللي ياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات، تعود ملكيته لمحمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وتابع اللي يتقدم على المركز الثالث في هذه اللحظات هذا هو الفارس علي بن عبيد بن غدير الاكتبي من يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع وتابع الغدوم على رابع المراكز في هذه اللحظات شعار بن جميع اللي يتقدم في هذه المنافسة الجميلة، واصلا هنا شاهين عبيد بن حمد بن عبيد الاكتبي على المركز الرابع، ولكن 600 متر الأخيرة خلاص ما تبقى عن البودرة البيض الحاسمة لزمام هذه الأمور، نعود إلى الصدارة ونعود إلى أيضا الحذر على مقدمة الشوط، بدأ يصدر تعليماته الله الغويص راشد أو هنا اللي ينطلق في مقدمة هذا الاندفاع محمد بن راشد بن خميس الغويص السويدي،
ولكن مياس، مياس غير إلى الصدارة، انطلق إلى مقدمة هذا الشوط إلى المركز الأول في هذه اللحظات لأحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم. ومدام عندي ود مياس بلبس عقال السبق منكوس، تهانينا والناموس لأحمد بن عبد الله بن ضاحي البو عميم على فوز مياس وانتزاعه لناموس هذا الشوط. المركز الثاني أتى فيه الحذر لمحمد بن راشد الغويس السويدي، والمركز الثالث اللي أصبح من نصيب مشاهدين الأعزاء هو شاهين عبيد بن حمد بن عبيد الكتبي. المركز الرابع حامل رقم 17 اللي هو حبشان لجمعة بن حميد بن عمهي المنصوري، والمركز الخامس فكان من نصيب الفارس لعلي بن عبيد بن غدير الكتبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعود بالتهنية والناموس إلى مالك مياس. التوقيت الزمني الذي تدون تحت أقدام مياس قاطع الأربعة كيلومترات في زمن مقداره 6 دقائق 21 ثانية. تهانينا